وللمزيد من المتابعة حول جلسات اليوم من كوب 27 والتي تدور حول يوم التكيف والزراعة، معنا عبر الهاتف دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمد، بعد التحية، جلسات اليوم فيما يتعلق بيوم التكيف والزراعة بالتأكيد جلسات بتعكس مدى تأثر قطاع الزراعة، تأثر كبير بالتغيرات المناخية، ومحاولات بالتأكيد من خلال جلسات اليوم لفهم هذه المتغيرات ومحاولة حلها. في رأيك أهم الحلول التي ستطرح؟ طبعا اليوم كان يوم خاص بالزراعة والتكيف، وهو من ضمن الأيام الموضوعية غير الرسمية هكذا يطلق عليها في مؤتمر الأطراف. هذا اليوم ناقش كل ما له علاقة بقطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي بصفة عامة، لأن هذا الملف هو أكثر الملفات حساسية للتغيرات المناخية، لأن التغير المناخي يسبب نقص كبير في الإنتاجات الزراعية وفي الإنتاج الزراعي وفي إتاحة هذه السلع في الأسواق، فبالتالي يوجد تأثيرات كبيرة. ولعل يعني يمكننا القول أن أكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ هو قطاع الزراعة وقطاع الأمن الغذائي. لذلك كان اليوم يوم التكيف والزراعة. التكيف يعني هو دعم هذا القطاع لكي يستطيع أن يتواكب مع التغيرات الموجودة، بمعنى أنه يمكن دعم هذا القطاع بالتكنولوجيا والابتكار لاستنباط أصناف محصولية تستطيع أن تتجاوز مشاكل المناخ ولا يحدث أي مشكلة معنوية في الإنتاج أو الإنتاجية. بمعنى آخر، هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة بدلا من الممارسات التقليدية والبدائية التي توجد في معظم الدول النامية، الدول الزراعية النامية. بمعنى هو استخدام الابتكار في تطوير البنية التحتية الزراعية وإعادة الهيكلة تماما. يعني أنا هدي مثال بس، إن موضوع تبطين الترع على سبيل المثال وتطوير وتحديث نظم الري في الأراضي القديمة في مصر، وده أحد التوجهات المهمة جدا. ولكن لكي تستطيع الدولة المصرية على سبيل المثال كأحد الدول المتأثرة أن تقوم بتنفيذ هذا الإجراء، سيتم إنفاق يعني مليارات الجنيهات من الموازنة العامة للدولة في شيء ليس لنا فيه أي ذنب. يعني هنا كانت، وده من نجاح مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ الحمد لله، أن تم إدماج مفهوم الخسائر والأضرار في المفاوضات وفي مفاوضات المستوى الرفيع بالنسبة لتغير المناخ وفي المناقشات العليا. بالإضافة إلى ذلك، كلمة التكيف بدأت تأخذ موضعها أكثر من أي مؤتمر سابق، لأن في مؤتمرات الأطراف معظم المناقشات والمفاوضات حول التخفيف. تخفيف يعني تخفيف غازات الاحتباس الحراري، ولا أحد يلتفت إلى التكيف. يعني التكيف هو له علاقة بالدول المتأثرة والتي ليس لها علاقة أصلا بانبعاث غازات الاحتباس الحراري. لماذا على مدار ال 27 عاما السابقة لماذا دائما يتم إهمال هذا الجانب، وهو الجانب المهم، وهو الجانب الذي أدى إلى مشاكل كبيرة في اقتصادات الدول المتأثرة بتغير المناخ؟ وأيضا الدول المتقدمة التي تربحت على مدار عشرات السنين من ضخها لمليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، أصبح لها اقتصاد قوي وأصبح لها اكتفاء ذاتي وأصبح لها، وهذا على حساب الدول الأخرى. فمن هنا كانت كل المناقشات في يوم الزراعة والتكيف تدور حول هذا المفهوم. ولذلك تم إطلاق مبادرة مصرية للعالم أجمع اسمها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، وهي الفاست، وهي المبادرة التي تم تدشينها وتم إطلاقها من مصر لكل دول العالم لكي تقوم بحشد التمويل اللازم لبرامج التكيف في قطاع الزراعي في كل الدول المتأثرة. تمام. وفقا لما أشرت إليه حضرتك من طبعا استخدام التكنولوجيا الحديثة بدلا من التقليدية، وأنه هيكون هناك تمويل، هل هذا أيضا بيشمل مجال البحث العلمي لطبعا سلالات جديدة من المنتجات الزراعية تتكيف بشكل أكبر مع التغيرات المناخية، مثلما يعني بيتم مثلا في زراعة القمح وزراعة الأرز وغيرها؟
لا يوجد حلول لقضية تغير المناخ فيما يخص التكيف إلا حلول مبنية على العلم والبحث. لذلك من ضمن هذه الأمور المهمة جدا يوجد جلسة كاملة، جلسة الابتكار الزراعي، وهي الجلسة التي ستكون بعد ساعة من الآن في يوم الزراعة والتكيف. هذه الجلسة تناقش كيفية الدعم قطاع البحث العلمي والحلول المبنية على العلم. الكل تابع أن أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو 26 اللي هو كان السنة اللي فاتت، كان أهم مخرج هو من مخرجات هذا المؤتمر هو دعم الحلول المبنية على العلم. ولكن كالعادة ما زالت كل المخرجات في صورة تعهدات، ولم يتم تقديم أي دعم في خلال هذه السنة لمراكز البحث العلمي وخاصة الموجودة في الدول النامية. ولعل الدعم هنا يعني مش لازم يكون دعم مالي، ممكن يكون دعم بصورة نقل تكنولوجيا معرفة. حضرتك عارفة أن البحث العلمي يعتمد على النظريات العلمية، والدول المتقدمة هي متقدمة في هذه النظريات ومتقدمة في مراكز البحث ومراكز العلم. لماذا هذا يعني البخل، يعني هذا هو اللفظ الذي يمكن استخدامه، لماذا هذا البخل والأنانية؟ على مدار عشرات السنين تربحتم وقوي اقتصادكم على حساب الدول الأخرى، الآن غير مطلوب منكم دفع أموال، مطلوب منكم فقط استثمارات، أو مطلوب منكم نقل تكنولوجيا، أو مطلوب نقل معرفة. فالاحتفاظ بالتكنولوجيا لمزيد من الضغط على الدول النامية لن يكون أبدا في صالح الكوكب والكل يعني مشارك في الحياة على كوكب الأرض. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، لكل ما أضفته لنا ومشاهدينا من معلومات.